نظمت مؤسسة أدي ديسبلاي ندوة صحفية قدمت من خلالها برنامجا يخص الاستثمار في المدن الذكية التي تعمل على تحسين حياة المواطن في عصر الرقمنة من خلال استغلال التكنولوجيا خاصة الاقتصادية منها، والتي تمكن أرباب العمل من القيام بتعاملات تجارية أو خدماتية بكل سهولة. المزيد في ميكروفون سلف دعماش. تغيير هذه المدن من مدن كلاسيكية إلى مدن ذكية، والآن الأشياء تتوفر والعملاء تتوفر، لا كومبيتونس إلي لا، لو سيرفيس إلي لا، إي جوست إيفو لو ميتر أو سيرفيس. نوتر ترافاي سي دو كونتريبيي إي سي داكومباني سيرتان كوليكتيفيتي كي نو سوليسيت إيفيدامون دون لا ترانسفورماسيون دون فيل كلاسيك أ أون فيل انتيليجونت. Il y a un manque de productivité. Si les villes sont connectées au Ladakia aujourd'hui, on peut payer notre facture d'électricité à partir du net, on peut parler de notre facture de téléphone à partir d'un service du net, on peut faire tous nos services qu'on a besoin au quotidien via le net ou via la connexion, ce qui donne une connectivité. Pour les entreprises, c'est la production. Au lieu de s'absenter dans une entreprise, passer 2 heures, 3 heures dans les transports, en même temps, aller payer une facture d'électricité, de gaz, il vaut mieux la connecter et payer des directeurs. هذا وفي ذات السياق اعتبرت الهيئة المعنية أن نجاح برنامج المدن الذكية يتطلب تضافر كل الجهود. مثلا عندي مارشانديز جاية من الخارج ولا أنا نبعث مارشانديز للخارج، نقدر نعمل المعاملة نتاعي من التليفون نتاعي لأنه مكونكتي، أو نعمل المعاملة نتاعي من أي مكان من أنا بغيبوش مثلا. أنه المواطن يصبح يعني يعيش حالة هادئة مطمئنة في هذه المدينة الذكية، لكن احنا باش نوصلوا يعني لهذه لازم تتوفر كل الإمكانيات اللازمة. البلدية وحدها اليوم مش ممكن باش يعني دير وحدها. في موضوع مغاير وفي مجال السيارات، تصريحات وزير الصناعة والمناجم بجعل سنة 2017 سنة للمناولة، فتح الباب لتطوير هذا القطاع خصوصا لدعم الصناعات الميكانيكية، وهو حال مصنع مارتور بوهران المختص في صناعة مقاعد السيارات. أحمد راشدي زار المصنع وعد التقرير التالي. تطوير قطاع المناولة بات أكثر من ضروري مع انتشار مصانع تركيب السيارات بالجزائر. مصنع مارتور بوهران إحدى النماذج الناجحة في هذا المجال، حيث يختص في صناعة مقاعد السيارات لمصنع يرون بوادي تليلات. Martur Algérie, c'est on a une société algéro-turque. Ok. Notre activité automobile de siège d'automobile. Notre client c'est encore toujours Renault Algérie. On a fait le pour eux de les Clio symboles. Aussi c'est maintenant c'est Sandero aussi. Dans cette année aussi on entend de nouveaux projets de la Renault. Notre calibrateur de quantité c'est 250 personnes. نجاح المصنع في كسب ثقة رونو فتح أمامه أبوابا لتطوير نشاطه وإمضاء اتفاقيات مع علامات أخرى، في انتظار افتتاح مزيد من مصانع التركيب بالجزائر. Maintenant c'est notre client c'est Renault. On commence avec eux. Maintenant c'est on attend de l'autre client aussi. On a peut-être vous êtes entendu de le Peugeot, Ford. Volkswagen, ils sont en train de travailler pour les venir ici. Et bien sûr, aussi, on attend pour eux, toujours attendre ici. Nous sommes toujours prêts pour l'autre client aussi. توجه الحكومة لجعل سنة 2017 سنة المناولة بامتياز، من شأنه فتح سبل جديدة لتطوير قطاع الصناعات الميكانيكية، لكن هذا لن يكون قبل تجسيد التصريحات على أرض الواقع.